بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل الجزء الثاني من هذه المحاضرة اللي هي therapeutic nutrition and conditions affecting small and large intestine، اللي هي في الحالات التي تؤثر في الأمعاء الدقيقة والغليظة. هناخد العلاج والتغذية العلاجية لها. هناخد المرة هذه الديفرتيكولار ديزيز اوف ذا كولون. ديفرتيكولار ديزيز اوف ذا كولون، كنا في النص الاولاني من المحاضرة خلصنا من الريتابول باول سيندروم. الديفرتيكولار ديزيز اوف ذا كولون هو مرض القولون الرجي، اللي يعني اللي بيطلع فيه هيرنيشنز، يعني بيطلع فيه زيفتاجات. Diverticulosis refers to the presence of bubble-sized herniations. هي هنا إجت اللي هي protrusions in the intestinal wall known as diverticula. إذن الdiverticula هي عبارة عن bubble-sized herniations. Bubble-sized herniation هي فتجات بحجم الحصى. فتج بحجم الحصوة الصغيرة. بروتروجن هي باينة في الصورة تحت، كيف هي طازة لبرة وطالعة، بسموها دايفرتيكولا. دايفرتيكولوزيز جمعها أوت باوشز، يعني بتطلع لبرة. باوشز اللي هي عبارة عن يعني زي الجرابين اللي طالعة لبرة، which forms when a portion of colonic membrane is pushed through weak areas in the colon circular muscle. The diverticula occur most often in the sigmoid colon. وهذه ما بتأثرش في الabsorptive function. تحدث في السيجمويد كولون تحت يعني. The prevalence of diverticulosis increases with age, occurring من 50 ل 80 سنة، من 50 ل 80% منها فوق ال 80 سنة. من 50 ل 80% بتأثر في يعني العواجيز، بتيجي في العواجيز لأنه بضعف، تبدأ بتضعف اللي هو المسكولار وول، سيركولار مسكولار وول، بتبقى ضعيفة، بيحصل فيها هيرنيشن، يعني افتاقات زي أي افتاق بيحصل في الجسم. باثوجينيسيس of diverticulosis. The development of diverticula, هذه اللي هي الفتق, is strongly influenced by amount of dietary fiber per consumption. يعني هو كل ما كان بياخد أكل فيه اللي هو ألياف ممكن يكون أقل إنه يحصل معه. Increased soul weight and bulk associated with high fiber that may reduce, هي هنا بيقلل ال workload of the circular muscle that moves the waste through the colon. يعني ما دام في الياف وماشيه الحكايه بحتقلل اللي هو شغل السيركولار ماسل، هذه اللي بتدفع بتعمل بروبيلز، بتدفع انها وبتقلل اللي هو الضغط على العضلات وعلى الحزام اللي ماسك القولون، وبتدفع الفضلات لبرا. لو فايبر دايت ريكوير مور فيجورس ماسل كونتراكشن. لو واحد ما أكلش ألياف غذائية كثيرة وكان غذائه كان قليل بالألياف require more vigorous muscle contraction increasing pressure within segment immediately، بيزيد الضغط خلال الأجزاء هذه adjacent to circular muscle. في circular يعني اللي هي الدائرية بين circular circular، في فراغ هذه ضعف، منطقة ضعف هي اللي بصير فيها الهيرنيشن. This increase the pressure induces small areas of intestinal tissue to balloon، إنها تنفخ زي البولة زي البالون outward over time، تنفخ لبرا فوق الوقت على مر الوقت. The causes of high intraluminal pressure. High intraluminal pressure along with weakened colonic musculature possibly arising from، من إيش بيجي؟ hypersegmentation from constipation with string. واحد عنده امساك وبقعد يعني يعص على حاله ويطحر كتير وبيعمل سترينج، فهذه بتعمل تفكيف وبتعمل hypersegmentation، بتجزئ. psychological stress
اللي هو الستريس هرمون الايجينج واللو فايبر انتيك. هذول الاربع حاجات اللي ممكن تخلي لنا يصير عندنا الدايفيرتيكولايتس. دايفيرتيكولايتس بصير التهاب في هذه النتوءات. The most common complication of diverticulosis. Inflammation أو infection. التهاب أو عدوى develop في الأريا around حوالين الدايفيرتيكولم الواحدة. دايفيرتيكولم واحدة. دايفيرتيكولا اللي هي جمعهم. Result from hardened fecal matter. Gets accumulated in the pouches. هذه بتروح اللي هو الفيكال مطر، يعني اللي هو بنقدر نقول عليها تحت البراز، اللي هي تجميعات البراز بتروح، هذه بتروح في الباوشز، بتتخبى باوشز زي ما تقول جيب. That abrades the muscle او mucosal lining، بتروح هي تخترق المكوزل اللايننج، causing inflammation and possibly a micro perforation، وممكن تعمل التهاب وغالبا بتعمل micro perforation، يعني ثقوب صغيرة أو فتحات صغيرة that lead to subsequent infection، اللي ممكن تدينا بعد كده إلى العدوى. If the infection spread through adjacent organs، بيجروح منتشر من ناحية لناحية. Fistulas mandible، والله لما الفيستولا اللي هي فتحة بين اثنين أورجانين، يعني ما بين الفتحة ما بين حاجتين اثنين بنسميها فيستولاس. فإذا فتحت ما بين المصل هذه والمصل هذه بيعملنا فيستولا، هو بسموه بالعربي الناصور. less frequently the infection spread to the peritoneal cavity، ممكن أروح. Symptoms of diverticulosis and diverticulitis. Most people with diverticulosis are symptom free. Diverticulosis أغلبهم ببوش حرفين حالهم and remain unaware of the condition until complication occur. الكومبليكيشن تاعتها إيش هي؟ diverticulitis، الالتهاب. Symptoms of diverticulitis may include persistent abdominal pain، اللي هو lower left lower quadrant pain، هذه ال ال كيو left، يعني في منطقة البطن من الناحية اليسرى تحت. left lower quadrant pain. tenderness in the affected area، في وجع في المنطقة. fever سخونة. distinction انتفاخ بطنه. constipation اللي هو امساك. diarrhea ممكن يصير اسهال. and bleeding، وبعد امرار لو راحت هذه فتحت على شريان صغير ممكن يسبب لنا bleeding. anorexia ونوزيا and vomiting may also occur، وهذه الحاجات المشهورة في تحت الجهاز الهضمي. complication of diverticulitis، طبعا الدايفيرتيكولايتس كومبليكيشن تاعت الدايفيرتيكولوزيس، والكومبليكيشن بتاعت الدايفيرتيكولايتس هي obstruction، انسداد، ستريكشر ضيق، ادهيجن التصاقات، رابشر وذ بليدنج، ممكن هي تتمزق او تنفجر بصير عندنا نزيف، بليدنج او هومريج بسموه ده، وفي الاخر بيريتونايتس التهاب البريتون اخر اشي، وهذا لايف ثريتنينج اذا صار التهاب البريتون، هذا غشاء او هذا الكيس اللي اللي ببطن كل الجهاز الهضمي او بلفه زي كأنه كيس. treatment for diverticulosis necessary only if symptoms develop، ضروري اذا هم السيمتوم ده. because increasing dietary fiber may prevent disease progression and the development of intestinal symptoms، البيشنت هنا advised to consume high fiber diet، هاي واحدة، with an emphasis on insoluble fiber sources، اللي احنا بنأكد له على انه يكونوا insoluble fiber sources، ما يكونوش زائبة، تكون غير زائبة. The fiber intake should be gradually increased to ensure tolerance، شوية شوية عشان هو يتقبلها. bulk forming agent زي السيليوم can raise fiber intake if food sources are insufficient، ممكن نديله حاجة زي المكملات، هذه عبارة يعني عن مكملات، البسيليوم هذه عبارة عن مكملات نديله إياها إذا ما كانش بياخد من الأكل كويس. treatment for diverticulitis aggressive treatment with antibiotics، بده مضاد حيوي مزبوط، to treat infection and pain control medication. in mild cases، في الحالات الخفيفة
A clear liquid diet may be advised initially. أول إشي بنقول له يعني ياخذ شوية غذاء clear liquid diet. إحنا عارفين الدايت الأربعة الشمة زي مثلا اللي سوائل خفيفة with progression to solid food as symptoms resolve. وبنوديه في الآخر بعد أكم يوم أكم أسبوع ممكن إنه يرجع للأكل الطبيعي لما الأعراض تروح وترجع طبيعتها. In more severe cases في الحالات الشديدة bowel rest بيحتاج is necessary. الأورال فلويد and food are withheld. Withheld يعني خلص ما ندهوش. And food are given intravenously. هنا بنديله اللي هو السوائل عن طريق الوريد لأنه بدنا نريح له المصارين بالعربي الجهاز الهضمي. Oral intakes are gradually reintroduced as the condition improves. طبعا كل ما تحسنت الحالة بنعاودنا. Beginning with a clear liquid and progressing to restricted fiber low residue diet until inflammation and bleeding subside. دائما في حالات التهاب احنا بنقلل الفايبر. في الأيام العادية ما بين الالتهاب بنكتر الفايبر وهذا زي ما مرقنا قبل كده في الكرونز ديزيز والألسراتيف كولايتس. Low residue diet until inflammation and bleeding subside. Treatment for diverticulitis after recovery. A high fiber diet is recommended to prevent disease progression and symptoms recurrence. بعد ما يطيب هنا بنقول له ياخد اللي هو high fiber diet. High fiber diet include plenty of servings from complex carbohydrate. ياخد اللي هي carbohydrate المعقدة مش البسيطة simple. لا اللي هي complex legumes بقوليات fruits and vegetables. Diet adaptation should be gradual ويكون بالتدريج عشان يتكيف. Surgical interventions are sometimes necessary. بعد أمرار تدخل الجراحية ممكن يكون to treat complication of diverticulitis and may include removal of the affected portion of the colon. وقتش بنعملها إذا صار perforation لازم نتدخل جراحيا ونعمل له العملية خاصة لو صار اللي هو البرفوريشن اللي هو إيش انخرقت المصارين يعني صار في فتحة وصارت تنز الكونتنت المصارين في اللي هو التجويف تبع البطن لازم هنا بدنا سيرجيكال انترفنشن. كولوستوميز اند اوليوستوميز فتحات في القولون وفي الأمعاء الدقيقة. استومي is a surgically created opening بنسميها استوما in the abdominal wall through which dietary waste can be eliminated. خلالها يعني بيخرج الإنسان الفضلات تبعته. الاستوما كان formed from a section of colon سماها colostomy أو ileum ileostomy أو من ناحية اللي هو الإيليوم بسموه الإيليوستومي. Conditions that may require this include inflammatory bowel disease اللي حكينا عنهم diverticulitis والcolorectal cancers ودول أشهر حالات بنعمل فيهم colostomies. To collect wastes a disposable bag is affixed to the skin around the stoma and emptied during the day as needed. هذه معروفة هي اللي هم في جمعية حتى هنا في غزة اللي هم طعون الكولوستومي بيسلموهم أكياس وبيسلموهم بولدين وشاش وهذا بروح بغير كل يوم الكيس حسب ما هو بفضيه بغيره هنا. كولوستومي عند اليوستومي هاي هنا الاستومة هذه اليوستومي جاية في الإيليوم وهنا هدول الكولوستومي مواضع الكولوستومي هي أشهر إشي في هدول في الديسيندينج والسيجمويد كولوستوميز أشهر حاجة وترانسفيرس كولون وهذا الأسيندينج كولون هو هذا ممكن يجي في السمول انتستين هذا الاستوما وفي إحنا أعطينا قبل كده على البرينترال نيتريشن والإنترال نيتريشن في الإنترال والبرينترال على الحكاية اللي هو الجوجونوستومي والإليوستومي هدول والدودونوستومي هدول كيف إحنا بنغذي منهم لكن هي هدول اللي هنا لإخراج الفضلات هنبقى بتبقى فوق أغلبها. كولوستومي عند إليوستومي هاي زي ما إحنا شايفين الأستومي وهاي اللي هاد هنا بتركب هنا الكيس فيتد يعني بتلزق مظبوط
وهذه هي بتنعمل هنا وبتركب لها حلقة. Alternatively, an anterior bowel can be surgically constructed behind the stoma using intestinal tissue. نستخدم نفس أنسجة المصارين, and the bowel can be emptied with a catheter when convenient. Stool consistency. Stool consistency varies according to the length of colon that is functional. If a small portion of colon is absent or bypassed, the stool may continue to be semi-solid. If the entire colon has been removed or is bypassed, يعني مرينا عنها, absorption of fluid and electrolyte into the body is reduced substantially and the output is liquid. دائما الoutput is liquid. Due to difficulty in obtaining enough water to replace losses, patients with ileostomies often have low urine output and an increased risk of developing kidney stones. ممكن عشان ما الناس بتطلع المية عن طريق هذه الالستوميز ممكن يخف عندهم البول, وهذا جائز انه يعمل لهم حصاوي في الكلى. Fluid and electrolyte requirement are greater after ostomy because colon function is reduced or absent. لازم نزود لهم السوائل لانه وظيفة القولون بتقل او حتى بتكون غايبة خالص, اللي هي امتصاص اللي هو السوائل. Nutrition therapy for patient with ostomies. The nutrition care after an ostomy depends على length of colon removed, بيعتمد على اللي هو قديش شلنا طول شلناه من القولون, and the portion of ileum that remains, وقديش ضل في الإليم. The dietary adjustment are individualized, طبعا كل شيء كل واحد لحال, according to surgical procedure and symptoms that develop afterward. Nutrition therapy for patient with ostomies following surgery. The diet gradually progress from clear liquid that are low in sugars to normal meal plan as tolerated. زي ما هو بتكيف له. To reduce stool output, عشان نقلل الوصول, a low residue diet is often recommended, وادمة عشان ما تجهدش الأمعاء والقولون. To determine food tolerances, patients should add a questionable food. Should add to the diet one at a time and in a small amount to assess their effect. يعني نضيف الـ questionable foods هي اللي هم يعني الأطعمة المشكوك فيها. نضيف حاجة حاجة عشان احنا نقيم تأثيرها عليه. And a food that causes problem can be tried again later. إذا هذا الأكل عمله مشكلة ممكن ان احنا مرة تانية ان ايش نحاول فيه مرة اخرى. Appropriate fluid and electrolyte intake زي ما حكينا should be encouraged when a large portion of colon has been removed, عشان نعوض اللي هو الجزء اللي راح من اللي بيمتص السوائل. People with ileostomies need to chew thoroughly to ensure that food can be adequately digested and to prevent obstruction, which are common complications due to small diameter of the ileal ileumen. عشان كده لازم انه هو يمضغ كويس عشان ما يصيرش obstruction, وهذه اللي هي common complication, يعني اللي هي المضاعفات المشهورة في عمليات الالستوميز. Food high in insoluble fiber are sometimes avoided. بعد أمرار يعني بنتجنبها بيكون زي shorten intestinal transit time, لأنها بتقلل اللي هو وقت نقل الطعام, and may cause obstruction, بتخليها قاعدة ممكن تسبب انسداد and increase stool output, وممكن أنه بزيد حجم اللي هو الفضلات للخارج. Because the colon is no longer available for reabsorbing water, بلقداش يمتص مية تانية, the diet should provide at least 8 cups of liquid daily to prevent dehydration. هذا على الأقل. To ensure adequate electrolyte intakes, patients are encouraged to use salt liberally. إنه هو لازم يستخدم الملح عشان ensure electrolyte تصير كويسة. And to ingest beverages with added electrolytes, زي اللي هو sport drinks, اللي هو مشروبات الرياضيين, and oral rehydration beverages, واللي هم المشروبات اللي بتعيد الماء والسوائل للجسم if necessary.
If a large portion of ileum has been removed, fat malabsorption may occur due to bile acid depletion. عشان في bile acid depletion and vitamin B12 injection may be required. ممكن نحتاج انه نديله جرعات من الفيتامين بي injection. Some dietary concerns. Dietary concerns after colostomies depend على length of colon remaining. بيعتمد على قديش ضل من الوطول القولون. If a large portion of colon was removed, إذا جزء كبير من القولون رمعنا, recommendation may be similar to those given to colostomy patient. نفس اللي هو التوصيات اللي بنعطيها للي عندهم colostomy. Most patients have no dietary restriction. ما لهمش أي يعني restriction and can return to regular diet وممكن يرجع للأكل الطبيعي. Patient concerns may include stool odors, excessive gas production and diarrhea. Dietary measures to avoid obstruction عشان نتجنب حدوث الانسدادات اللي هو الانسداد المعوي بالضبط. Food that are incompletely digested can cause obstruction. هذا incompletely. A primary concern of colostomy patient. تبع اللي هو colostomy. Also these patients can consume almost any food that is cut into small pieces and carefully chewed. لازم يمضغ كويس. The following foods may cause difficulty. اللي هو السيليري, اللي هو الكرافس, كوكونات, اللي هو الجوز الهند, الكورن, الذرة, والدرايد فروت, واللي هو الفواكه المجففة, الجريبس, العنب, والنتس, والبوب كورن اللي هو الفشار, الروكباش. For example اللي هو الكول سلاو. كول سلاو هذا عبارة عن اللي هو سلطة الكورن. And unpeeled apples اللي هو التفاح اللي مش مقشر. هذول ممكن يسووا difficulty عند الشخص فيتجنبهم. Food that may cause excessive gas include those listed below. Practices that increase gas formation include smoking, gum chewing, tobacco chewing, using drinking straws, and eating quickly. Food that sometimes produce unpleasant odors include asparagus, البير, البروكلي, الكباج, والدرايد بينز وبيز, الإيجز والفيش والجارليك والأونيونز. هدول اللي هم بيعملونا الروائح الكريهة. Foods that may help to reduce odors include البتر ميلك, كرانبيري جويس. الكرانبيري جويس هذه اللي هو عصير التوت البري. عصير التوت البري. البارس للبقدونس واللي هو اليوغورت اللي هو اللبن الزبادي. Food that may increase intestinal gas اللي هو ممكن يزيد لنا الفلاتولانس الغازات. أبلز, التفاح, بروكلي, كباج, والكوليفلاور هدول العائلة الصليبية. Carbonated beverages, fruit juices, corn, dried beans and peas, leeks. الليكس هنا هو هذا الكرات بيستخدموه المصريين كتير اللي هو نوع من التومة. Turnips and onions. Turnips اللي هم الليفت أو الفجل. Milk products if patient are lactase intolerant. Peanuts والبيرز اللي هو البيرز اللي هو الكمطرة البيرز, وفي الآخر البطاطس اللي هي ممكن تسبب لنا الفلاتولانس. Dietary measures to avoid diarrhea عشان نتجنب الإسهال. Individuals should avoid food if they provoke diarrhea or cause excessive gas or strong odors. Food and dietary substances may thicken stool include apple sauce اللي هو صلصة التفاح, banana flakes اللي هم الموز, تشيز, الجبنة, كريمي بينات بطر اللي هو زبدة الفول السوداني, المارش مالوز, مارش مالوز اللي هي حلوة الخطمة بسموها الخطمة حلوة, نستخدمهاش احنا عندنا كتير هنا,
الباستا والبكتين والبوتاتوز والبريتزلز وايت بريد اند وايت رايس، كل هذه ثيكن الستول. What works may differ from each individual, however, and is best determined by trial and error. يعني هو إيش بضره يبعد عنه، إيش بينفعه، يعني جرب اليوم الحاجة الفلانية والله نفعت وظله مستمر عليها، ضرته خلص ينساها الحاجة هذه أو ما جاتش معاه. Food that may aggravate diarrhea. إيش الأكل اللي هو ممكن يسوي الإيش الإسهال أو يزوده الإسهال. High fiber foods. They increase colonic residue. Bread with cereal with more than 2 gram fiber per serving. Fruits and vegetables with peels or skins. Food with indigestible carbohydrate. They contribute to osmotic diarrhea. الأرتشوكي artichokes, asparagus, Brussels sprouts. الكباج، dried beans, beans, fruit, garlic, green beans, leeks, onions, الويت، الزوشيني. الزوشيني هي الكوسة. الزوشيني هي الكوسة والكنيسة اللي زي ما حكينا عنها هي الكرات احنا بنستخدمهاش. Food that contain fructose or sugar alcohols. They contribute to osmotic diarrhea. اللي هي dried fruits, fresh fruits, except bananas, fruit juice, fructose, sweetened soft drinks, sugar-free gum and candies. Food that may aggravate diarrhea, برضو milk product, if person is lactose intolerant, they contribute to osmotic diarrhea, milk and milk product. Gas-producing food, they increase abdominal discomfort. Food with poorly digested and absorbed carbohydrates, including food listed in the three categories directly above. Caffeine, containing beverages, they increase intestinal motility. Coffee, tea, colas, and energy drinks. Okay, thank you. بنبقى هيك كده احنا خلصنا اللي هو therapeutic nutrition للcondition affecting small and large intestine. هم حاجتين اتنين, irritable bowel syndrome والdiverticular disease of the colon. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.